بعد مجهود جبار من الطاقم من النخبة من الفريق كامل من ناحية الشباب النخبة جميع الأمور الحمد لله فضل من رب العالمين. في البداية قبل لا نتكلم عن السباق نحب نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد راعي الحفل اللي ما قصر كمل مسيرة سمو الشيخ حمدان بن راشد رحمه الله راعي القفال في النسخة 30. الجميع تعاون في تنظيم السباق والجميع أيضا تعاون في عملية إنجاح السباق.